الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في اخبار الفن والفنانين. اكد الفنان طارق الشيخ انه رفض العديد من العروض الفنية وكذلك كليبات غنائية خلال السنوات الاخيرة بسبب وجود راقصات فيها، قائلا في رقاصة بتطلع ترقص فعلا وفي رقاصة تانية بتطلع تعمل اغراءات ومش بتكون لابسة حاجة. وقال طارق الشيخ انه من السهل تصدر قائمة الترند حال ظهوره بجانب راقصة في عمل فني، لكنه يرفض التراجع عن مبدأه وموقفه، مبررا ذلك هبوظ نفسي لو عملت كليب وفي رقاصة تقف جنبي، المستمع بعد كده ودنه هتكون معايا لكن عينه هتكون عليها هي. وأوضح انه لديه موقف ضد بعض الراقصات اللواتي يعتمدوا على الإغراءات والعري في الحفلات والأفراح، قائلا انا مش ضد الرقص علشان هو موجود في الأفلام والأغاني والحفلات من زمان، لكن في إغراء وعري انا ضده. ده في راقصات بتغير لبسها على المسرح ومعندهمش مشكلة. وتابع وقال الأفراح دلوقتي فجأة بقى فيها يجي 20 رقاصة، طيب أنا أغني فين وأقف فين؟ ده لا أسلوب فن ولا هيخليني مبدع، أنا مش بوافق أرقص مع الراقصات اللي بالنوعية دي خالص. وأضاف طارق الشيخ قائلا إن فرقته الغنائية تعي جيدا موقفه من تلك الراقصات، متابعا ممكن حد من الفرقة يخبط رقاصة في رجليها او علشان تبعد عني من على المسرح، ده اهم حاجة انها تبعد عني علشان ممكن لو قلت لها، لو انا قلت لها ابعدي عني، حد من الجمهور يفتكر ان انا بتغزل فيها. واتغزل في ايه يا عم، دي ريحتهم معفنة. وكشف طارق الشيخ كواليس اختيار لقب الشيخ في اسمه الفني قائلا انا اسمي طارق رفعت، لكن في بداية مشواري الفني كان بيطلق علي طارق دلعه، الى ان الشاعر امل الطائر صاحب الفضل علي في مشوار الغنائي اقترح تغيير اسم الفني، وعندما علم انني كنت احفظ القرآن في طفولتي اطلق علي لقب الشيخ.